السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها بورتابل. يعني ايه بورتابل؟ يعني البرنامج دوت مش محتاج ان هو يتسطب، مجرد بتضغط عليه بيفتح ويشتغل معاك. مثل الموضوع ده ايه، ممكن تكون انت في الشغل مثلا والاي تي مرخم شوية مش عايز تسطب برامج، وده حقه على فكرة، يعني ان هو ممكن يكون فيها فيروسات او حاجة مش متعلقة بالشغل او كده، فممكن يرفض. تمام، فالبورتابل بتشغله بس هو ما بيبقاش ليه تأثير ان هو يغير حاجة في الملفات بتاعت الويندوز او السيستم او كده، فبيكون الى حد ما امن. تمام، لازم برضه تفحصه وتأكد انه مفيهوش فيروسات والحاجات دي كلها. فانا دلوقتي اقول لك على موقعين، اول موقع فيهم اسمه بورتابل ابس، وده امن جدا، جربته ومفيش فيروسات خالص وتقدر تشغله بدون اي مشاكل. في برامج كتيرة جدا فيها مثلا حاجات خاصة بالبرمجة، بتبدأ ان انت تحملها وتشتغل بيها بدون اي مشاكل خالص. في حاجات تعليمية، في حاجات العاب، العاب كتيرة جدا، في حاجات برامج جرافيكس زي مثلا برنامج جيمب. تخيل مثلا انت على جهاز حد قريبك ومحتاج ان انت تشغل حاجة، فمش محتاج ان انت تسطبه وبعد ما تمشي تشيله بتاع، لا بتروح مشغله ويفتح معاك، تخلص اللي انت عايزه وتقفله. عايز فريكاد، عايز تتعلمه ولسه مش واثق ان انت تحتاج كتير ولا لا، فبتفتحه وتشتغل بيه، ومش ان هو لا هياخد مسيه ولا هيتقلك الجهاز ولا اي حاجه خالص. طيب ده على سبيل المثال اهي، انا مسطب المجموعه كلها، ففي اي لحظه باجي هنا دي كلها مش موجوده على السي، ولا واخده مساحه من السي، ولا بتهلك النظام ولا حاجه خالص. اول ما بعوز بروح دايس على البرنامج بيفتح واشتغل عليه عادي خالص. وين دير ستيت ده برنامج اللي بيقول لي المساحه الكبيره فين، فكل ما بلاقي الهارد عندي اتملى بستخدمه. انكسكيب بيبدا يرسم شويه حاجات، فدي كلها برامج انا بستعين بيها لما اكون محتاج اشغلها، بدوس عليها وبتفتح. دوبليكيت فايل فايندر مثلا بيقول لي اذا كانت في ملفات مكرره وكده، وكل دول فري وكل دول من غير كراك وكل دول حاجه نظيفه جدا جدا يعني. فنصيحه مني سطبهم وانت مغمض، وان شاء الله يعني ايه يعني ان شاء الله تستفاد وتدعي لي بالشدة علي. الموقع التاني خليك حذر فيه، تمام، لان هو عبارة عن لينكات، اللينكات دي فيها كتيرة فيروسات، فشغل انت فيروس محترم واشتغل بيه. الاولاني كان لذيذ وكلها برامج خفيفة وكلها برامج فري وكل حاجة، هنا لا، هنا البرامج ديت اللي هي حقوق طبع والحاجات دي كلها وربنا يستر. ماشي، في حاجات تبع شركة ادوب، في حاجات تبع شركة اوتوديسك، في حاجات كتيرة جدا بتشغلها عندك على الجهاز وتدوس عليها، بس خلي بالك ان ممكن يكون في فيروسات، يعني شغل معاك الانت فيروس على طول. يعني بص، انت مثلا اخترت البرنامج دوت، البرنامج ده انا معرفوش، نجرب بس ايه، بوريك مثال بيشرح لك الفكرة بتاعته. تمام، اهو بيقول لك انت عايزه بورتابل ولا سيت اب داونلود، هيبدا بقى يجيب لك اللينكات. تمام، ممكن في دول يكون فيهم حاجات فيها فيروسات وفي حاجات من غير فيروسات، فانت خليك حذر. انا مش هحط روابط اسفل الفيديو غير الاولاني، التاني ممكن يكون فيه ضرر وخلي بالك جدا وان الديفايس يكون شغال. تمام، لكن هي فكرته جميله جدا، ان انت مثلا عندك مشروع على ريفت مثلا 2020 وانت عندك 2013، ممكن تروح عامل مسطبه وتروح فاتحه واشتغل معاك، هتلاقي الاوتوكاد وهتلاقي الريفت وهتلاقي الاركيكاد. عايز تجرب الاركاد ومش عارف هل هو حلو ولا لا، فجرب سطبه والحاجات دي كلها، لكن اكيد طبعا الاداء الاعلى بيكون لما تكون انت مسطب نسخه اصليه. تمام، اهو اسمه ذا هاوس بورتابل.